اركب يا اسطى اركب. اركب انت. هو انت براند جانجل من امتى؟ من السيزون ده من امتى؟ نشوف التير ليست في الاس، فقلت ما راموس اتبنى دي يا اسطى. هو اسمه ايه ده اللي انت هو عايز؟ انت هتعرف يا اسطى الواد ده جاب 62 منين؟ واه خد الدريك، خد السكات اللي عند الدريك غالبا برضه. نزل فارم في البوت لين لما قتلهم، او في التوب لين لما قتلهم. ازيك يا صاحبي؟ اضرب يا ابني. كبيبة بقى ولا ايه الدنيا؟ طيب ايه ده، انت اللي جبته؟ كان الباسف انت اللي جبته. هاي جي جي. انا كنت فعلا عيني عيني عيني. انت يا اسطى تالت مرة اشوفك على فكرة، انت بتاعكي بس انا عذرك، هي رخمة فعلا، صغيرة الهيت بوكس بتاعها صغير. بس يا اسطى ما لعبتش براندي من زمان يا اسطى. ما انا جربت، انا كنت مشكلة يعني انا بقى داخل بجرب في الرانك دلوقتي، لو حاجة سادية. ما احنا جربنا في الاول كازكس، وجربنا دلوقتي براند، which is nice which is nice. ايه 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 ده؟ ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ ايه يا جماعة؟ ايه ده يا جماعة؟ انا مت من هو كان جاي من ضهرك. انت قتلت اللي جبت كلها شوت داون. موتتني ازاي اصلا؟ مين اللي موتني اساسا؟ مش يا ابني بايك جه من ضهرك. انا استغربت ان اللي موتني اصلا، او هو اللي بدأوا فايت غلط. الواد بينتحر يا اسطى، احنا بنينا فايت عجيب يا اسطى. مات مات ايه ده؟ ما ماتش. حلو حلو. انا اكت بي برضه من مده قريبه مش بعيده يا اسطى. مفيش فيجن على اي حد في المابا، ومش في التوب مش في التوب سايد حتى. مخطوب سايد يا اسطى، مش عارف كانوا بيجروا على كله بيجري هناك. خلاص ماشي. الوحيد اللي في الميد ده اسمه ده الزهار. سيب له التاور واخد مكان التاور ده. ضربه كمان، يلا دي واحد ضيعت بيه. يا دين امي. بس 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 هو ده بقى عشان فاهم ولا لسه جاي بيجري؟ لسه. اقول له ده لسه اقتله. لو جه تاني اديله بتاع ده سبيلتين تاني. تعرف اللي خايف منه ولا ولا فيدل ده؟ اصل هيبقى واقف يضربني. اهو شفت؟ بس بقول لك ايه، ودي لا يا اسطى انتوا في الفايتات حلوين قوي. لسه اجيب زونيا كمان ما تقلقش. حلو اون ذا ستريم، يعني ستريم يو هاف بين ديسكونكتد. طلع حقيقي يا اسطى. ايه لول؟ طلع حقيقي يا اسطى، بحسبه نسخه والله. والله بحسبه نسخه لول. بحسبه نسخة ما لحقتش اضرب عليه قلت حتى، اللي هو ايه ده؟ طب زي الله صاحبي. مش عارف اضرب الت. اوه يا عيال دخلوا تيم فايت في الاخر موتوني وجي جي. والله يا شوية عيال فداك يا صاحبي، مش مشكلة. المهم جولد 2 يا اسطى، البليسمنت بقى 5 لوز. 5 لوز يا اسطى، حاجة منتهى الدخل. المهم ده بالنسبة للبليسمنت يا شباب. جولد 2 اوكي يا اسطى. انت هو هي يا اسطى، رجعنا تاني في جيم تانية من ليج اوف ليجندز يا اسطى بعد البليسمنت على طول. قلت اما اخش اجرب براند تاني. بصراحة براند عجبنا، بس كانت اخر جيم دي كانت ساد بصراحة. هنخش الجيم دي نشوف ايه الكلام. معناش تانك بس على الله بقى التسايل. ارجع يا صاحبي.
نايس. والبلاي صح. عندنا شوية دمج حلوين بس في واحد جاي من هنا. سميرة محتاجة لايف ستيل وتبقى جامدة اوي. شاور ساعد يا اسطى. انا لاحظت حاجة، الدايرة اللي كانت عاملاها ديت بحسبها سنة لوحدها. ازيك يا اسطى؟ واو ما بتعملش، مش فاهم يا اسطى، خايفه من البت ده ولا ايه؟ اوميجا فيد دي يا اسطى مش عارف اعمل دمج عليه. لول الله يا صاحبي، جونكس يا صاحبي. مشيني بس مشيني بس مشوني يا جدعان بس عشان مستعجل. ارجع صعبة خلاص يا صعبة، خد شت داون حلو. الدمج بقى اي حاجة. نايس نايس، يلا يا صاحبي جي جي. اما تغاش مقاول ولا جي فور جد غاش مقاول بصراحة. اوه يا جي جي، مع ان الجيم يا اسطى احنا كنا وصلنا لمرحلة اللي هي اصلا ما كانتش وينابل بصراحة، بس نايس والله. اخر تيم فايت ده كان حلو. لا بس عاش عاش نايس. والبلاي قد الاونر يا اسطى السريش يا اسطى بصراحة، يعني حسيت الاول هذا اللي لعب يعني. اوه زي 30 ال بي نايس، جولد 2 30 ال بي. على الاقل في تقدم يا اسطى، في تقدم حلو جميل. المهم ده كان بالنسبه للحلقه دي يا شباب، وبيس اشوفكم في الحلقه الجايه. انو كوري وا كيتو شينجي باريكا غا اوماريرو ايشي اوريتاتشي او كويتيكو.